حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. عد النائب رائد المالكي تعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار توسيعا للفساد، مشيرا إلى أن منح المواطنين مبالغ عند سفرهم أشركهم ضمن عملية غسيل الأموال. وقال المالكي إن تعديل سعر الصرف وسع عملية الفساد بتغيير سعر الصرف وأدخل المواطن بشكل مباشر بعملية غسيل الأموال. وأشار النائب إلى أن هذه المشاكل أولى بالاهتمام بدل الانشغال بانتخابات مجالس المحافظات التي يرفضها الكثير من الشعب العراقي. كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن توصل سلطات بغداد وأربيل لاتفاق وصفه بالشبه نهائي يقضي باعتماد نسبة 14% كحصة لكردستان العراق في موازنة عام 2023. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جيايا تيمور إن المفاوضات بشأن موازنة 2023 قطعت أشواطاً وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط والبطاقة التموينية لدى وزارة التجارة، متوقعاً المصادقة عليها بشكل نهائي. قالت مؤسسة عراق المستقبل المعنية بالشؤون الاقتصادية إن العراق واحد من أعقد الدول في الشرق الأوسط بتأسيس وتنفيذ المشاريع. ودعت المؤسسة إلى حصر تسجيل الشركات والمشاريع بجهة واحدة فقط، معتبرة أن أهم ما يؤثر على نمو الأعمال في العراق هو مقدار الصعوبة في تأسيس وتنفيذ أي مشروع، مما يجعل الكثير من أصحاب المشاريع يبتعدون عن تنظيم أعمالهم بشكل رسمي. انتقد مختصون بالشأن الاقتصادي الاستمرار بسلم الرواتب الحالي للموظفين، لافتين إلى أن السلم الحالي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق هذه الشريحة بسبب التفاوت بين وزارة وأخرى. وأضاف الاقتصاديون أن سلم رواتب الموظفين يمثل إخفاقاً كبيراً تتحمله السلطات التنفيذية والتشريعية على مدى سنوات طويلة، أسفر عن فارق طبقي فاحش في الرواتب، مشيرين إلى وجود عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تقاضى فيها الموظفون رواتب تصل إلى 5 ملايين دينار، في حين أن هناك وزارات خدمية كالتربية والصحة والنقل يعد موظفوها من الفئات المسحوقة والمغبونة. أفاد موقع ويل برايس الدولي بأن سلسلة الإخفاقات وسوء إدارة الحكومات المتعاقبة في العراق جعلته بعيداً عن إعلان الاكتفاء من الغاز المصاحب لاستخراج النفط. وأضاف الموقع أن العراق أطلق ثاني أكبر كمية من الغاز الملوث للجو في العالم، ويقدر بأكثر من 17 مليار متر مكعب، ليحل في المرتبة الثانية بعد روسيا، لافتاً إلى أنه على الرغم من احتياطات الغاز الضخمة للعراق إلا أن السلطات الحكومية تواصل عمليات الاستيراد من إيران وبكميات كبيرة جداً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.